وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. كما قال السيد الشهيد قدس سره الجنة: هناك رجال خلقوا لأجلي. نعم، نحن أولاد محمد، محمد صادق الصدق قدس سره الجنة، وجنود سماحة السيد القائد مقتدى الصدر أعزه الله. نرد بقوة وبعنف، ونستنكر على كل من تطاولت ألسنتهم وأفواههم العفنة بسوء على إمامنا ومولانا الحسين عليه السلام، وعلى سماحة السيد الشهيد قدس سره الجنة، اللذان هما رمزا للشهادة والفداء والتضحية، وكذلك كل الرموز الدينية. ولذلك نحذر ونقول لهم بأننا سنكون لهم بالمرصاد، وسنجعل البعيد قريب حتى لو كلفنا ذلك أنفسنا وأرواحنا، لأنها ترخص أمام آل البيت عليهم السلام وآل الصدر الكرام. وهذا عهد وميثاق علينا إلى يوم الدين. وآخرا نقول لكم بأننا سنزلزل الأرض تحت أقدامكم، كما قال سماحة القائد السيد مقتدى أدامه الله، والله ولي التوفيق.